تحيا الجمال والسماح والتسامح في صباح جديد، وهذا هو دور الأغنيات دائما في إشاعة المحبة وإشاعة التسامح بين الناس، وهذا ما سنتحدث عنه خلال هذه المساحة. كيف يمكن أن نستثمر هذا التنوع السوداني وهذا الجمال في القيم والموروث الغنائي السوداني في إشاعة المحبة؟ سعداء أن يكون معنا حديثا عن هذا الموضوع الأستاذ بشير إيهاب بشير حامد شرفي. مرحبا بك وصباح الخير. وأستاذ إيهاب هو باحث في الموروث الغنائي وإعلامي، مرحبا بك وصباح الخير. أهلا، صباح الخير، وصباح الخير عليكم وعلى الشعب السوداني كل الأمة الإسلامية. مرحبا بك، إن شاء الله صباح جميل وأسبوع جديد بإذن الله في كل تفاصيله. كل الأمنيات نحمل أسبوع جد موفق للجميع. وزي ما شاهدنا من خلال الأغنية ودائما بيتحدث عن الغنى السوداني وموروث الغنى السوداني وقدر شنو هذا التنوع السوداني يمكن أن يدار من خلال الغنى في أنه يخلق هذا القيم للتسامح شاهدناه من خلال الأغنية وللتعايش اللي ممكن يكون نحتاجه في الواقع السوداني. وفي الحقيقة طبعا الشخصية السودانية يعني تتميز عن الدول العربية والدول الأفريقية بالتعدد العرقي والإثني الموجود فيها، يعني عكس باقي الدول العربية والإفريقية. التعدد ده هو المفروض يكون سر تفرد ونبوغ الشخصية السودانية باعتبار الموروث البيئي، يعني باعتبار أنك أنت كم هاي جدا من العناصر الزنجية خالصة وعناصر عربية قحة والهجين ما بين هذا وذاك، فدي كلها وكلهم بموروث وتراثه. والغريب انه يعني الناس ما مهتمه بالحته دي. حتى في 2018-19 الرزنامه بتاعت اليونسكو انه اكثر دول العالم ثراء تراث نغمي وموروث انساني السودان، ماليزيا، الهند. فده كان المفروض تكون مدخل يعني باعتبار انه للناس تتفرد في الحته دي. وحتى بالنسبه للفنانين يعني المفروض يعني الفنان في قمة نضوجه المفروض يقدم ما يؤكد انتمائه للبيئة باعتبار انه زي ما تأثير البيئة على الإنسان والمهنة على الإنسان والأكاديميات على الإنسان المفروض هو يبلور الحتة دي في منتوج. زي مثلا وردي في قمته غنى بالنوبي، فبتحصل الحاجات يعني بتديك إحساس بتاعت يعني ليه يعني انا بستغرب انه في برنامج زي برنامج من ربع السودان في الاذاعه وقف، او برنامج في الاعلام المرئي زي صور شعبيه. المفروض برنامج زي ده ما يموت بوفاه المرحوم الراحل الطيب على الاطلاق، ليه؟ لانه المفروض يتجدد يعني حتى لو فكرا او تقديما. ونحن محتاجين لأنه العالم محتاجين يعرف الغناء الثقافي والغناء يعني الموجود في السودان. لكن دائما يعني أستاذ إيهاب لما تحدث عنهم كل هذا التنوع وزي ما ذكرت مجموعة من البرامج يعني اللي بتحمل هذه السمة للتنوع السوداني والموروث الثقافي اللي كل ما قدمت حتى خارج السودان يعني لوحات في الجانب ده بنشهد إنه قدر شنو هي جاذبة. لكن المشكلة دائما في إيصالنا للموجود في السودان للآخر للجذب ده. نحن حتى السودانيين نفسهم قد ما يعرفوا كثير عن الحضارة والتاريخ والموروث السوداني. بالضبط. فدي هنا بيبقى السؤال يعني أنت كإعلامي وين المشكلة في إنه نخرج للآخر أو حتى السودانيين يكونوا على دراية بموروثهم الثقافي؟ المشكلة ذات شقين يعني للأسف الشديد، وانا ممكن من الناس اللي برضو يعول عليهم انه التقصير الى حد ما كاعلام يعني مثلا كويس. غير كده الاجهزه القوميه المفروض هي تفرد مساحه لكل الجماليات المتوفره في البيئه السودانيه بقبائلها وبتداخلها والثراء النغمي الموجود. يعني حس الناس بيتحدثوا باعتبار انه السودان عدم وصول الاغنيه السودانيه للعالميه تكمن في عله السلم الخماسي. بالعكس، الاثيوبيين سلم خماسي وصلوا العالم، الهنود عندهم السلم الخماسي وصلوا افاق اكبر من كده. غير كده احنا عندنا تعدد يعني حتى الغرب ده حس فيه عدد من فيهم ايقاعات الاباله، ايقاع التمتم، الاباله دول هو بالضبط السواعي. يعني كل الايقاعات متوفره موجوده يعني في المكون الاصلي الاساسي موجود. حتى حسي في نبوغ بتاع يعني في
اساتذه فنانين كبار جدا جدا زي الاستاذ ابو عرك البخيت، زي الاستاذ محمد النمين، يعني حتى في الحانهم اللي يعني التزموا بالقالب العام للسينما الخماسي عندهم تراكيب لحنيه بتخش وسط اللحن بتطلع يعني مثلا مشاركه الاستاذ ابو عرك البخيت ربنا يديه العافيه في مهرجان سوق واقف خلت كاظم الساهر يلغي البروفه بتاعته ويطلع له في المسرح لما شاف دقة التنفيذ وال وكل ما يقدم الغناء السوداني بيكون جاذب جدا. أيوة. الأستاذ عبد القادر سالم يعني له برضه باع في الحتة دي لما مثلا ماشى رحلة لأوروبا يعني تزاكى في إنه في حفلات ألزم الكاست بتاع العازفين بتاعينه باللبس اللبس البلدي السوداني الشعبي. فكان بالضبط يعني خلق في فيينا وجود النمسا كلها كانت بتتكلم عنه. صح، ويمكن ده هو بنحتاج انه نقول انه ليه ما في وصل الاجيال بالموروث الغنائي او الموروث الثقافي الموجود اصلا. فهي مشكلات ممكن تكون متعدده حتى على مستوى المحتوى الرقمي، ممكن هو ده بقى شائع اكثر. يعني لما اتكلم عن وجود ابو عركي في سوق واقف او وجود استاذنا عبد القادر سالم في اوروبا وغيره، لو قد يعني في المحتوى الرقمي بنشاهد هذه الاشياء هي الاكثر مشاهدات حتى. ايوه، فنحن ما قادرين انه نجد القوالب الجاذبه عشان ما نسكب فيها يعني الموروث ده بالضبط. فدي يمكن هي السؤال بيبقى المشكله وين؟ في انه هي هل الاعلام، هل نحن ما قادرين على انه هذا نواكب يعني الشكل للمواكبه؟ وين المشكله؟ المشكله قلت لك يعني تكمن في انه عدم للاسف الشديد يعني احنا ما بنقدر نقدم حاجتنا بالصوره الجاذبه. ده عيب يعتبر خلقي في الشخصيه السودانيه باعتبار يعني الناس كلها بتحس بحياه حتى لو في يعني عندنا رموز في كل مناحي الحياه، في ادب، في الفن، في يعني الهادي ادم لما غنت له ام كلثوم المفروض الناس دي يعني ما في انا حسب مثلا الراحل حمد الريح، حمد الريح سبق عبد الحليم حافظ وكاظم الساهر غني لنزار قباني قبل 45 سنه مما هم غنوا. صح، غير كده حمد الريح الفنان الوحيد اللي غنى اغنيه من نظم الشاعر ابو القاسم الشابي، الاغنيه الوحيده. عشان كده التوانسه عندهم علاقه خاصه جدا جدا بحمد الريح لانه اغنيه وحيده غناها حمد الريح. فهنا الفهم فاهمينه عدم وعين الفصيح يعني حتى أيوة تكلمنا عن الدارجه السودانيه الفصيح ممكن يكون جاذب يعني. ايوه بالضبط، حتى احنا اكثر الشعوب العربيه لغتنا تكاد تكون فصحى عكس باقي كل الدول يعني ما 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 لا لكنات لا كده. غير كده حتى عند يعني الغناء موجود في السودان بتطور حياتي يعني بدا بالطنباره، بعد كده جات الحقيبه، بعد كده جات الغناء الحديث بعد دخول الموسيقى للسودان متطور. بعدين هو لغه جاذبه يعني انت حسي الموسيقى لغه عالميه تحسي في ناس كتار جدا جدا يسمعوا مثلا هندي ما بيفهموا الكلمات الهنديه لكن بالضبط عن الموسيقى الهنديه يستجيبوا او الريغي او كده. فنفس القصه الموسيقى لغه عالميه يعني حسي حفلات عبد العزيز المبارك الله يرحمه وعبد القادر سالم اطال الله في عمره ومحمد اللمين في حفلات لندن يعني الاجانب كانوا بيتفاعلوا مع الايقاعات مع الموسيقى مع ونحن كده. نفسنا حتى الغنى الشعبي السوداني أيوة. والمرتبط بالارث الثقافي أيوة. السوداني أيوة. كان موجود في كل التفاصيل المجتمعيه حتى يعني في النفير في الحماس في غيره في الشكر فكان هو موجود بالضبط في الشكر في موسم الحصاد حتى يعني اثناء الوفاه لما تجد النساء مثلا بيعدوا محاسن الميت نايحات بتناغم حاجه كده مستساغه يعني تكاد الاذن ما تنفر منها او تستسيغها يعني. فدي كل حاجات يعني موجوده يعني المكون الاصلي موجود في الشخصيه السودانيه باعتبار تعدد الاسم والعرق والعايشين الناس فيه والتداخل والتوادد. صح هنا صح، لكن يعني الاجيال الجديده يمكن يكون عندهم طرق مختلفه للوصول. فمهم انه برضه نكون نحن زي ما ذكرت القوالب اللي بتسكب فيها يعني الموروث الغنائي والموروث الشعبي والثقافي السوداني ده، لانه يعني الاجيال اصبحت
عندها طرق مختلفة، وما لم يصل الجميع لهذه الطرق حيكون يعني الشاب الآن منقطع عن تاريخه. أنت بتقصد التطور التقني والتكنولوجي والواتساب أشكال مختلفة الشبكة العنكبوتية، هي دي فعلا هو دي ممكن تكون بالمناسبة ذاتها أداة جاذبة للسودانيين لتعريف العالم بموروثهم البيئي. يعني باعتبار يعني انت حسيت لو مشيت الصعيد شوف الوازة شوف الانقسنة شوف حاجات كده ما يعني حاجات ما استوعب العقل من الجمال وكمية الدهشة بتنتابك اثناء مشاهدتك انت او سماعك. تعالي شوفي برضو في الغرب برضو يعني مثلا في شاب فنان حسي برضو خطاها وماشي حسيسة كويسة، لكن وأجمل حاجة إنه بتستند على موروث البيئي. شادن حسين شادن تعمل حفلات في فرنسا بالمناسبة عملت ضجة كبيرة جدا جدا، يعني باعتبار إنه لأنه استصحبت معاه الموروث البيئي بتاعها اللي هو أصلا العالم بقى يعني الثقافة البصرية دي بقت الجاذبة بالضبط. بعدين العالمية بتبدأ بالمحلية بالمناسبة يعني العالمية انت بتنقل المحليه بتاعتك للعالمين بصوره بقالب مستساغ للناس من رؤيه ومن سمع ممكن تستنضف يعني. صح. وجانب ثاني للمشكلات هو دائما اللي بيعرف التاريخ اذا كان اذا مستوى الموروث اللي نحن بنتحدث عنه او حتى الحضاره او الثقافات السودانيه هو دائما بتبقى جانبين، يعني جانب في الحديث عن الجانب المشاهد والسمعي ده اللي معتمد على الثقافه البصريه والسمعيه وغيرها، جانب ثاني للقراءات، يعني كثير من الناس هم بيقروا في التاريخ السوداني حتى الآخر أحياناً عشان ما يعرف السودان، وعندنا مشكلة برضو في كتابة التاريخ في المعلومات المتوفرة عن التاريخ السوداني. مشكلتنا مش بالضبط أنت وصلتي لشخص الموضوع، المشكلة بتشكل حتى تاريخنا السوداني ذاته المكتوب مكتوب بغير أيدي سودانية، وللأسف الشديد يعني إحنا يعني دولة موجود فيها ناس عاصروا أحداث معينة، يعني مفترض الناس تستوضحهم وتستنير بهم وتصحيح ما هو إعادة كتابة التاريخ. ممكن هو جوانب يعني مختلفة، يعني زي ما ذكرت من المشاهدين للثقافة دي وقائمين على التاريخ، لكن إحنا بنكتب التاريخ كله إنسان بيكتب من زاويته، يعني الكاتب إذا كان من خارج السودان أو داخل السودان بيكون دائما مكون فكرة نظر ويمكن وجهة نظر، وده يمكن حتى في الحاضر الآن بعد زمن حنشاهد إنه كل إنسان حيكتب التاريخ من نفس الزاوية اللي هو بيشاهدها. ما هذه يعني مشكلة والتاريخ يعني المصيبة إنه يعني التزوير فيه مشكلة افترض يعاقب على القانون. كيف يمكن إنه نحن من خلال الغنى ده نحن بنتكلم الآن عن يعني الموروث الغنائي بشكل خاص، يعني دوره في إدارة هذا التنوع، وكيف يمكن إنه نحن نصل به لأجيال قادمة بحيث إنه يقدم السودان، نحن ما بنقول بإنه تجميل لوجه السودان لكن يقدم السودان بالصورة الأصل اللي هي أصلا بأصله جميل يعني. بالضبط هو ما هو الفهم فهم إنه الإعلام بصورة عامة والأجهزة القومية هي يعني حسي في برامج متبادلة بين إذاعات الدول العربية برامج ثقافية وبرامج هنا المفروض تكون هنا يعني انتقاء بالضبط المواد التي تحفز المتلقي أو المشاهد على الغوص وصبر غور هذا الجمال. يعني الناس في العالم كله بي 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 الفن أصبح صنعة، فأنت بتعاين بتشوف وتستصحب الحاجات الجميلة. يعني أنا متأكد لو إنه البلد دي لو اهتمت بالموروث البيئي بتاعنا هنا وسراء النغم بتاعنا ووصلنا للعالم البلد ده حيكون قبلة لكل شعوب العالم باعتبار التنوع غير محدود جمال غير عادي. صح. في كل تفاصيله نحن دائما حتى من خلال المعارض اللي تقدم خارجيا والمهرجانات وغيرها الموجود فيها الموروث الثقافي السوداني ده واشكال مختلفه للفلكلور السوداني بنشاهد ذات المشاهد زي اللي احنا طبعنا في الاذهان صوره واحده كده للتراث السوداني مع انه هذا التنوع كبير جدا لكن الان لو شاهدنا اي معرض في اي دوله حتكون ذات الاشياء الموجوده تتنقل في معارض مختلفه. أوافقك يعني حسي حاليا يعني في العالم كله مشهورين السودانيين برقصه الحمامه اللي هي كانت في الستينات القرن الماضي اعتبار انه هي اتعملت ليه بعد كده لما تتطور الرقص ده ذاته ما فنون كويس
الغنى ذاته مراحل، يعني حتى ما مرحلة الغنى تطور ذاته من طنبارة اللي في حقيبة لغنى حديث اللي كده لموسيقى الراب للجاز وأنواع. أيوة. فأنت المفروض تستصحب نماذج من دي وتمشي بيها العالم رحلة، وخاصة لما تكون داير تقدم نفسك مهم كل الأشياء. أهم شيء إنك تكون تشوف مواطن الجمال وين في عندك أنت وتحسينه، وبحق تخفيه وتطلع الحياة. الجمال بالمناسبة موجود في كل تفاصيل الحياة الثقافية السودانية، بموروث البيئي شعريا لحنيا أداء بتفرد. يعني هنا أبو داود في لحظة من اللحظات الله يرحمه، يعني المغنى بالفصحى حكم الكويت طلع له ساعته ذهب سلمه له. يعني دي شوفي لحظة بتاع الطرب استفزت أمير قدام زول كده، يعني فدي حاجة ما طبيعية يعني إطلاقا. يعني زي ما نفس الفهم بتاع إنه وردي الله يرحمه كان رقم هام جدا جدا في إفريقيا، فنان إفريقيا الأول. غير كده حس الأغنى السودانية كانت في غرب إفريقيا the best one. تمشي في الشوارع النيجيريا بتلقى الاغاني السودانيه على مكبرات الصوت، غانا الكاميرون رغم انه ما بيفهم اللغه، واغاني عشا الفلاتيه لا زالت بتردد بالفهم هنا. فدينا الفهم فاهم انك كيف تنتقي الجماليات بتاعتك دي وتبرزها بصوره تكون محفزه للمتلقي للغوص وصبر هذا غور هذا الجمال. ومنو اللي بيقدم هذه الاشياء؟ يعني احنا دائما مشكلتنا ايضا أيوة. في المشاركات دي والله مشكلات كبيره، مهم انه يعني نتكلم عنها. اذا كان على اطار التكرار للاشياء الموجوده على المشاهد البصريه، او حتى الفنانين الذين يقدمون الفن السوداني باشكال مختلفه، يعني دائما حتى الاختيارات يعني بتكون لناس معينين او غيره، فمهم ايضا البحث عن انه من يقدم الفن السوداني بالصوره للامتداد العمق السوداني اللي بيعرفه الجميع. وبالمناسبه يعني للاسف الشديد برضو انا في جزء من المبدعين السودانيين كفنانين يعني مثلا كانوا بيطلعوا حفلات خارجيه، الواحد بيستصحب منهم عدد قليل جدا جدا من افراد الفرقه الموسيقيه، فهناك بتظهر مسخ مشوه. صح. يعني شوفي تعالي لما جيت مثلا اضرب لك مثلا حفله الاستاذ بارك البخيت في سوق واقف دي 42 عازف. كانت يعني حاجه كده خلعت القطريين ذاتهم لما قال لهم انا عندي 42 عازف، لكن لما مش اشتغلوا شغل هو الشغل الحرك كاظم الساهر يلغي البروفه بتاعته ويصل، ونانسي عجرم تلغي وتطلع له في المسرح وتعينيه. ليه؟ لانه دقه التنفيذ والوقوف على التفاصيل وغيره. ايوه. ما هو ده فنان، ده فنان بتستفزه الحاجه الجميله، استفزته خلته خلى رحلته وجا، ما مصدق انه ده شغل بتاعنا. عندنا برضو الاستسهال في المشاركات، يعني في اخر يومين ممكن يكون هي في مشاركه مطروحه من سنه، لكن احنا بنحضر نفسنا من يومين وبنمشي بمن حضر وغيره. ما هذه المشكله برضو الاستسهال. مشكله كبيره جدا، وهذه مشكله العيب خلقي يعتبر في الشخصيه السودانيه، يعني حتى ما في ما على المستوى الابداعي بس او الغنايه والتراث، حتى في الحاجات الثانيه. يعني مثلا احنا عبد الله الطيب ده لو كان ما سوداني كان حيكون رجل من السماء والبصر. دكتور عبد اللطيف، دكتور عبد اللطيف ده كان ملك المغرب، سنويا بيستضيفه في رمضان بيجلس على الارض وهو قاعد جالس على كرسيه، والان طلابه ومعاهده في المغرب. أيوة موجوده. ايوه صح. فشوف يعني انت فاهم زي ده، انت مثلا عبد اللطيف طيب صالح زي ما ناس ما هو احنا ما يعني ما بنقول انه الشخصيه السودانيه في المطلق عندها يعني كلها عندها هذه المشكله، لكن هي الشوائب، في بعض الشوائب الداخله في الشخصيه السودانيه اللي لابد انه يتخلص منها السوداني عشان ما يصل بارث الثقافي للاخر. فنحن يعني نقول شنو للشخصيه السودانيه او لكل اللي بيشاهدونا بانه انت كيف تقدم ارثك الثقافي السوداني، والخاصه للجانب الفني. يعني اليوم بنتكلم عن الاغنيه السودانيه. المعون، المعون الذي تقدم به منتوجك انت، والاقتحام كمان في البحث عن الفرص. أيوة وغيره. يعني بالضبط، بقول لك انا من ناحيه الاقتحام في اقتحام. يعني مثلا ابو داود الله يرحمه غنى الفيصل، يعني عركي غنى اسمه شنو، حمد الريا غنى لنزار قباني، ابو قاسم الشاب غنى له محمد الريح. يعني دي حاجات جميله جدا جدا وموجوده، وروح المبادره موجوده والجراه موجوده، لانه هو فنان
حاسس نفسه القدرة على أداء شيء جميل يقدمه. وهو دائما كمان تكوين الفنان له اثر مهم. أيوة. انه الفنان نفسه المقدم. أيوة. التراث السوداني. أيوة. والموروث الشعبي. أيوة. الغنائي. أيوة. يكون هو على معرفه ودرايه بالضبط بالموروث بتاعه ويستصحب موروثه ده ذاته معاه يعني لانه هو اللي بيساهم في انه يقدمك انت ليطور حاجاتك يعني. احنا بنتمنى دائما انه من خلال صباح السبت نحاول انه نقدم الموروث الثقافي بجوانب مختلفه. تحدثنا عن المشاهد عن الحضاره عن غيرها واليوم حديث عن الاغنيه السودانيه والموروث الغنائي السوداني. نتمنى دائما السودان يكون حاضر في كل المحافل. شكرا جزيلا استاذ ايهاب بشير الباحث في التراث والاغنيه التراثيه السودانيه وايضا اعلامي كان حاضر معنا اليوم من خلال صباح الشروق ويتواصل هذا المد الصباحي وهذه اغنيه مقدمه للجميع. شو ما بيا قديش فردي نسيكي تنظيم قبيلة تيد اسما ديابكي ودون تمداتي تيما ركي سوق امسك دي مليا بسات سفر سوق ما بيا علي الجيجي نايتو قرباتي
وبجاء تاريخ داستان أرباب كلاشينا بطاقم ناسر يخبر ريدون تصورات وير شهداء يبني هي تحية صباحية لكل أهلنا في ثغر السودان الباسم وكل هذا التنوع السوداني الذي نفتح عليه أبواب الصباح في حديث عن البيئات والثقافات المختلفة وكل